أكيد مشاهدينا مكملين بآخر فقراتنا الصباحية، وأكيد معرض الكتاب اللي عم نواكبه يوميا بصباحنا غير يا نرمي. صحيح زينب، معرض الكتاب السوري 2021 يلي افتتح أبوابه بتاريخ 26 تشرين الأول ومستمر ل 6 تشرين الثانية. بفقرتنا الأخيرة لليوم خصصناها للهيئة العامة السورية للكتاب ومشاركتها لنحكي عن النشاطات يلي عم بيقوموا فيها من حفلات التوقيع، وأكيد بيسعدنا نرحب بسلام فاضل المسؤولة الإعلامية في الهيئة العامة السورية للكتاب. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك سلام. يسعد صباحكم، صباح كل المشاهدين، اهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك واهلا وسهلا. يعني معرض الكتاب هي السنه عم بيضم يمكن كثير من الحسومات من الفعاليات المرافقه له، من توقيع كتب، تشجيع بعض الكتاب السوريين على نشر طبعا كتبهم وتوقيعهم. خبرينا اول شيء عن الفعاليات المرافقه لمعرض الكتاب. هلا بداية وقبل ما احكي عن الفعاليات المرافقة لمعرض الكتاب، انا حابة احكي عن جناح الهيئة العامة السورية للكتاب ومشاركة الهيئة العامة السورية للكتاب بمعرض الكتاب السوري اللي مثل ما تفضلتي حضرتك وحكيتي افتتح مؤخرا، وتحديدا ب 26/10 افتتح ابوابه بمكتبة الأسد الوطنية، طبعا بمشاركة ما يقارب من 47 دار نشر سورية، وهو كان تحت عنوان كتابنا غدنا. طبعا بهذا المعرض شاركت الهيئة العامة السورية للكتاب عبر جناح كبير وضخم، وكانت مشاركتها مهمة ومن أبرز المشاركات بحوالي 1200 ل 1400 عنوان. طبعا وهي الكتب كانت تراوحت بين المجموعات القصصية، المجموعات الشعرية، في عنا الرواية، في عنا طبعا الدراسات الفكرية والفلسفية، وفي عنا الدراسات السياسية، في عنا بالإضافة لهذا الشيء الكتب والروايات والمجموعات القصصية والشعرية الصادرة ضمن المشروع الوطني للترجمة اللي أعلنت عنه الهيئة بعام 2017، بالإضافة لكل هي الأجناس الأدبية المختلفة اللي بيضمها الجناح. في عنا إضافة لهذا الشيء الكتاب الناطق، وأيضا كتب الأطفال وسلاسل الأطفال الموجهة للطفل، مثل سلسلة مكتبة الطفولة، مثل سلسلة أطفالنا كذلك. وبالإضافة طبعا لكل هاي الأجناس الأدبية المختلفة، في عنا الدوريات وفي عنا المجلات الصادرة عن الهيئة العامة السورية للكتاب، مثل مجلة المعرفة، مجلة جسور ثقافية، مجلة التراث الشعبي، مجلة المخطوط العربي، الحياة السينمائية، الحياة المسرحية، الحياة التشكيلية، ومجلتي شامة وأسامة. طبعا وكل هذه العنوانات وكل هذه الإصدارات اللي ضم جناح الهيئة بمعرض الكتاب السوري عليها حسومات تبلغ 50% من سعر الغلاف. طبعا هلا فينا ننتقل لموضوع الفعاليات. طبعا الجناح خلال هاي الفترة أقام مجموعة من حفلات توقيع الكتب لمجموعة من الكتاب. من امبارح مثلا كان في حفل توقيع كتاب للدكتور جمال شحيد عن كتابه الصادر مؤخرا عن الهيئة بعنوان تقاسيم ترجمية. طبعا وقبل كذلك وقع الأستاذ حسام الدين خضور أيضا مجموعته القصصية ليس في الجنة قبور. وقع الدكتور باسل مسالمي كمان كتابه الجمال والتسامي. طبعا وفي عنا أسماء وكتاب مختلفين قاموا بتوقيع كتبهم بحفلات توقيع أقام جناح الهيئة العامة السورية للكتاب بمعرض الكتاب السوري. نعم، نشاطاتها كثيرة ومتنوعة عم بتكون بمختلف الأجنحة بمعرض الكتاب، ولكن بدنا نخص الهيئة السورية العامة للكتاب. حضرتك ذكرتي 50% حسم، ونحن متعودين على الهيئة السورية العامة للكتاب هي دائما الكتب الأرخص إذا بدنا نقول، يلي بيقدر المواطن أكثر، هو الأقرب إلى القدرة الشرائية للمواطن عم تكون عندكم. إضافة لحفلات التوقيع في نشاطات تانية عم بتكون ضمن الجناح؟
هلا اول شغله انا حابه احكي عن موضوع الحسومات اللي حضرتك تفضلتي وحكيتي عنها. طبعا مثل ما ذكرتي انه كتب الهيئه العامه السوريه للكتاب بتتميز بشغله وهي اسعارها الرمزيه اللي موجوده، يعني بالاصل هي اسعارها قبل رمزيه الحسومات. قبل الحسومات هي اسعارها رمزيه، وعلى هي الاسعار الرمزيه طبعا بيتم حسم 50% من سعر الغلاف، فهيك بيكون جميع كتب الهيئه العامه السوريه للكتاب واصداراتها والعنوانات الصادره عنا قريبه من القدره الشرائيه ومتوفره لاي انسان، وهي بتلبي الذائقه العامه لمختلف القراء يعني، وبتحاول انه تلبي جميع المتطلبات تبعيتهم. هلا في قبل يومين اقيمت ندوه ضمن الفعاليات الفنية والثقافية المرافقة لمعرض الكتاب السوري، كانت بعنوان الكتاب السوري. طبعا شارك فيها الدكتور ثائر زين الدين المدير العام للهيئة العامة السورية للكتاب، وتحدث في هذه الندوة عن الكتاب السوري في ضوء تجربة الهيئة العامة السورية للكتاب. هي كانت احدى المشاركات اللي شاركت فيها الهيئة بالفعاليات المرافقة واللي كانت على هامش معرض الكتاب. نعم، يعني كنا قبل أيام مستضيفين أيضا السيدة عفراء هدبة، وتكلمنا عن تمنيات، يمكن أنه اليوم الوضع الاقتصادي شوي أثر على بعض المحافظات، ما عاد فيها شوي تحضر معرض الكتاب، يعني اقتصر المعرض أغلبه على سكان دمشق وريفة. اليوم شو رأيك بفكرة أنه يكون هذا المعرض موجود بأغلب المحافظات السورية حتى فعلا كل الناس تقدر تطلع على الكتاب السوري؟ هلأ أنا حأحكي عن تجربة الهيئة العامة السورية للكتاب بهذا المضمار. طبعا مثل ما هو معروف أنه دائما بالشهر الثالث وفي احتفالية ضخمة بتقيم الهيئة العامة السورية للكتاب، وهي اسمها شهر الكتاب السوري. شهر الكتاب السوري هو عبارة عن معارض تقام في جميع المحافظات السورية وليس فقط في مدينة دمشق. طبعا بيتم افتتاحها خلال شهر كامل، تطبق عليها حسومات تمام. يفتتح شهر الكتاب السوري، عفوا شهر الكتاب السوري يفتتح بيوم واحد بدمشق وبكل المحافظات السورية. طبعا هذا بيتم بالشهر الثالث، بيضل شهر كامل، وبتكون المعارض موجودة بالمعارض الدائمة للهيئة بدمشق والمحافظات، بالإضافة لهذا الشيء بنقاط البيع والمراكز الثقافية بكل المحافظات. فالهيئة العامة السورية للكتاب بتعمل عادة معارضة ليس فقط في دمشق، في دمشق وبكل المحافظات مثل ما خبرتك، وإن شاء الله طبعا بيصير هذا المعرض بكل المحافظات السورية وبيكون يعني بيجول بكل المحافظات السورية. نعم، بيميز معرض الكتاب السوري انه سوريين بالعناوين والناشرين وحتى الدور. الهيئة تعتبر هي قطاع حكومي، صار هيك في لقاء كون المعرض اصغر من معرض الكتاب الدولي اللي نحن متعودين عليه، صار في لقاء بين اصحاب الدور، بين الجهات الخاصة والحكومية. كيف شفتي هذا الالتقاء اليوم بين الناشرين؟ صار في أفكار جديدة اليوم لتطوير صناعة الكتب في سوريا؟ هلأ طبعا المعرض، معرض الكتاب السوري يقام بتشارك بين وزارة الثقافة، طبعا مثل ما خبرتك أنه طبعا وزارة الثقافة أقامت هذا المعرض، وكان مشارك فيه طبعا اتحاد الناشرين، اتحاد الكتاب العرب، ومجموعة كبيرة من دور النشر السورية، وبعض الندوات اللي بتكون عم تكون على هامش المعرض. مثل ما خبرتك ندوة الكتاب السوري كان فيها التقاء ومناقشة مجموعة من الأفكار والطروحات بهدف تطوير عملية النشر، نشر الكتاب، وبهدف دراسة الآليات المستقبلية لعملية نشر الكتاب، وكمان للحديث عن موضوع الكتاب الورقي والكتاب الإلكتروني، والحديث عن بذل الجهود أو أكبر الجهود لتطوير هذه العملية بالتعاون والتشارك بين القطاعين العام والخاص. فبالتأكيد صارت هذه اللقاءات، ودائما
وزارة الثقافة بهمها هو تطوير عمليات النشر، وبهمها كذلك أنه إيصال الكتاب لأكبر عدد ممكن من القراء وتلبية هذا الكتاب لجميع الأذواق الفكرية والفنية للقراء، ويكون بأجود المحتوى وبأجمل صورة. فبالتأكيد هذا الشيء صار، ولبلورة فكرة عمليات النشر ولتطويرها والسعي بأنه دائما تتطور وتتقدم نحو الأمام. نعم، موفقين، ومنشكر وجودك وكل المعلومات اللي اعطيتينا اياها، ونتمنى اللي ما زار معرض الكتاب اكيد يزوره ويطلع على اهم الكتب الموجوده فيه، وخاصه انه تشجيع للكتاب السوري. شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم، وشكرا لكم على هالاضاءه على معرض الكتاب. شكرا كثير لوجودك معنا، وهي رساله لكل الاشخاص يلي ما زاروا معرض الكتاب السوري. بضل 3 ايام رح تلاقوا كثير من العناوين يلي بتلبي رغبات واحتياجات جميع الفئات العمرية. شكرا كثير لك. يا اهلا وسهلا.